في فيديو النهاردة من لعبة Call of Duty موبايل هنجرب مع بعض مود جديد بمناسبة السيزون الجديد وبمناسبة اخر ابديت عشان الكريسماس. طبعا كل سنة وانتم طيبين. ومش كده بس، احنا معانا صديق القناة احمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله كويس. جاهز؟ طبعا جاهز. تمام خلاص على خير. خلينا نبدأ الجيم ونشوف اللعب هيكون عامل ازاي النهاردة. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان. وزي ما شايفين في الجيم ده من لعبة Call of Duty موبايل 10 ضد 10 في مود جديد اسمه تقريبا كوكي كونفيرمد. فهنلعب الجيم ونفهم كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. هو طبعا من الواضح ان الماب دي كبيرة، فخلينا كده نشوف، لان واضح ان هيكون في طحن. احمد انت معايا ولا سايبني؟ لا معاك. طيب خير، ربنا يستر. اوه ده من اولها زي ما احنا توقعنا. ارمي بقى، ارمي ارمي ارمي. اوبا اوف، حاسب ظهرك. واو، انا من كتر الناس جاي لاج. الله الله، لا بس جيم جامد، جيم جامد بصراحة. 10 ضد 10. بس ايه دول، بوتس دول ولا ايه؟ يعني انا شايف في سهولة في الموضوع. لا ما عشان دول ليفلات صغيرة. ده لسه الدعك مش هيبدأ دلوقتي. وطبعا انا شايف في دباديب، مش عارف ايه الدباديب دي بصراحة. يعني بص انا بخش على طول، ما بحبش موضوع التخفي دوت بصراحة. خش على طول كده، انا مش عارف، انا خدت تقريبا دبدوب ولا ده ايه ده. اوبا ده في انابل. هات لي ده من ظهره. سلاحي خلص. لازم اموت لان سلاحي خلص، مش هلحق اعمل حاجة. خد سلاح حد. ما انا مفروض باخد سلاحهم، بس طبعا ما لحقتش. بس كويس يعني، كبداية مش وحش. حلو بصراحة المود ده، احب المود اللي يبقى فيه يعني حركة على طول. ما احبش بصراحة ايه موضوع انك تفضل قاعد بقى مستني. انا عايز كل دقيقة في الفيديو يكون في ضرب. ده في ناس بتزحلق ووجع دماغ، مش ملاحظ؟ ده اتلموا عليا. هات لي بقى. تقريبا انا كام؟ ايه ده؟ انا فين؟ انا مش شايف حاجة ولا فاهم حاجة، ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي ده انا لغاية دلوقتي قتل 13 وترتيبي تحت خالص، انا مش فاهم ليه يعني. طيب مكملين كده مع بعض الجيم. احمد انت معايا؟ مش عارف احمد راح فين. طبعا بتجيب كيلات ولكن بتموت برضو معاه. معلش لازم يبقى في عدل، لازم يبقى في عدل في الموضوع. بس انا مش عارف احمد راح فين. احمد لا ابعد من هنا، لان في ضرب. حلو قوي. هو في كيل كونفيرمد هنا، بس بنظام دباديب كده تقريبا، ده عشان الكريسماس اكيد يعني. خلينا كده نطلع فوق. يا ابن اللذينة بس دمشته. صعب الجيم بصراحة، صعب. بس انت كويس يعني بتعمل كيلات، مش بتعمل، لا بتعمل اكيد يعني، مش هتعمل.
طبعا انت بتلعب بقى الوقت بقى ايه الجيم ده، ف يعني هتبص تلاقي الفرص مش ليك لوحدك. تمام. اه بص، تموت وتموت، تموت وتموت. بس مش عارف احمد بصراحة راح فين، بس حلو الجيم. بص يعني انا اهو موت، هموت دلوقتي. هاتلي ده، هاتلي ده، هاتلي ده. طبعا هو كان بيلود او بيريلود، فانا دي كانت فرصتي ان انا اجيبه. ارجع بقى تاني. يلا رجاله، يلا خدوا خدوا كونفيرم. يلا انا مش عارف احمد راح فين بصراحه. هيد شوت على طول، ما تستناش، ضيعش وقت. حد ورانا يا عم، يا عم، يا عم. اوه حلو، جبته 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 جبته. ريفينج جبته. تمام، هات لي بقى ده، ورينا ايه السلاح ده كده، نجربه. يا ترى هلحق اجربه ولا لا؟ لازم الحق اجربه، لازم الحق اجربه. الله 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 على الجمال. آه بس الجيم ممتاز، انصحكم تجربوه بجد، جيم ممتاز. 10 ضد 10، والعشرة ما بيهزروش. انت بتلعب مش بتلعب، لا بتلعب زي ما احنا شايفين كده. اه هاتني هاتني هنا، يلا. حلو 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 حلو، الله ينور الله ينور الله ينور. اللي بعده اللي بعده. الله الله يا جدعان، الله. ده جيش، قافلة قافلة ولا قافلة ولا قافلة، مش عارف بصراحة. بص يعني أنا عايز أضرب كده، ارزع بقى. أيوه انت اللي كنت بتضرب فيا. طيب تمام، شكرا. خلص الجيم تقريبا، خلص وكسبنا فيكتوري 80 وهم 60. هنشوف دلوقتي النتائج. ومش عارف برضو احمد راح فين. اخر حد موت اسمه 64 and Tim تقريبا. فخلينا نشوف النتائج كده مع بعض دلوقتي، وهابي هوليداي. هتلاقوا الجيم فيه حاجات كتيره اتغيرت، فخلينا نشوف النتائج، مين الام في بي في الجيم. طبعا مش انا اكيد. واو، اوعى يكون انا. واو ده انا بجد، 6046. الله. ومش عارف احمد راح فين، ومش عارف بقى. خلينا نشوف النتائج الكلية. اوكي نيكست. انا قاتل 35، ومعانا حد تاني قاتل، هو احمد تقريبا من اول الجيم ما دخلش معانا، يعني مش عارف بصراحة. ومفروض 12، اللي بعدي 13، اللي بعده 12، واللي بعدنا 9 و8. خلينا نروح نشوف احمد فين، ونرجع نخش في جيم تاني. انت رحت فين يا احمد؟ ده الجيم جامد جدا. معرفش اللعبة تقريبا طلعتني، مش يا عارف باشا، ايه ده انا ام في بي وقاتل باين حاجة و30 واحد. فخلينا نخش جيم تاني مع بعض، ماشي؟ يلا بينا. يلا يا رب احمد ما يهربش مننا المرة دي تاني. شايفين الرجالة قد يعني. ايه؟ احمد ناوي تجيب الجيم ده كام كلاية؟ يعني من 30 ل 50 كده. الله عليك يا احمد، الله عليك. شايفين انا عملت ايه؟ ردمت اسمه ايه ده، 4 كلات على السريع كده، مفيش تعب. جدع يا احمد، الله ينور عليك، برافو عليك.
خش على المنطقة اللي بتراسبنوا فيها، ما تسيبوهمش، ما ترسحمهمش خالص، ازنقهم. طبعا اللاجات هتموتنا، اللاجات هتزعلنا الجيم ده. انت انا عمال اجري وراك من اول الجيم ومش هسيبك احمد. معانا انت الجيم ده ولا رحت فين؟ معاك. طب الله ينور. ايه الجيم المره دي اصعب من اللي قبله، معلش. تصدق؟ ما حسب بقى العيال، ممكن انت لفلت المره اللي فاتت. لا ممكن عشان انا ليفل 82 فداخل معانا فانت عيال مدخل كتير يعني. معانا ناس تقال. الله عليك يا احمد، الله ينور عليك. سلاحي خلص، سلاحي كل خلص. صحابي ما بيرضوش يلعبوا معايا عشان كده. طبانجة، انت طبانجة جبته بطبانجة ناس والله. ليفل 100. نايس. تاني واحد بطبانجة معانا، هاتلي بقى سلاحه. ده كمان ما كانش معاه الا طبانجة هو كمان. تالت واحد بطبانجة ولا خلاص كده؟ شكرا، هاتلي ده بسرعة. انت جاي لحد دلوقتي كام كيلو؟ ما بنفايدش. ده في طيارات. الله الله، ده انا اللي حطيتها، انا اللي حطيتها، اي خدمة. الله ينور عليك يا احمد. لا عشان لو بصراحة حطيتها ممتاز، ممتاز لما تلعب مع ليفلات عالية كده. تشينجينج ماك. الله 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 على اللعب، الله على اللعب، الله على اللعب. بصراحة بصراحة وضع مختلف وانت بتلعب مع ليفل عالي. وايه الانفجارات دي؟ انا سمعت شوية انفجارات معرفش وانا جاية برضو. منين. ايه ده؟ في ايه؟ ايه الصوت ده؟ هو جيم ماله، جيم ماله، هلاوي. فيها في تهنيج كل ما ولا اجيب ايه سلاح عندك؟ بيحصل انفجار. في تهنيج عندك ولا ايه؟ لا في صوت، كل ما اجيب سلاح في انفجار كده بيحصل. وانا ايه اللي حصل؟ انا مش لاقي اي سلاح، تصدق؟ هو كل ساعة مش عارف الموبايل، مشكلته ان كل ساعة لازم تراستر اللعبة، مش عارف ليه. انا تقريبا عديت الساعة فاللعبة طلعتني. حط لي دي هنا بقى، يلا خلص، يلا. انا عايز سلاح. مفيش سلاح خالص، هموت. طيارة تانية عشان الطيارة بتاعتنا اوف، ده المكان مليان ناس ومش لاقي ولا سلاح اخده. والله انا اسلحة بالهبل اهي، يلا بنزل، تعالى. بصدق ما بلعبش غيره. ايه ده؟ بنزل كل اسبوع تقريبا بشكل مختلف. الاسبوع ده نازل تأكيد الكوكيز، المرة اللي فاتت كان نازل تقريبا اللي هو الحتة دي بقت اللي يجيب فاضية؟ كلات اكتر. آه لازم أموت، لازم أموت. ده أنا المدفع اللي حطيته بص قايم بالواجب. مش ملاحظ؟ كل ده حاجة و60، ده الجيم مستحيل كل ده حاجة و60. طب أنا كام؟ شوف كده أنا أنا كام واحد عشان أنا اتنين مش مركز، مش عارف أشوف. ماشي ثواني اشوف. انت جايب ب 14 كيلو بس، يا نهار اسود، ده الجيم اللي فات كان حاجة و30. لسه في اول الجيم احنا 72، لسه بتاع 10 كده، حاول تجيبهم. آه وحشة دي، وحشة قوي. لا انا مستواي الجيم ده مش حلو، ايه ده؟ بس انا ايه اللي خدت حصل؟ كلاية، فيكتوري انا جبت ومفروض اخر 80 كلاية. وهم 43. تعال نشوف بقى النتائج المرة دي. ايوه انا اخر انت اللي كلاية. جايب لاست كيل. حلوة 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 يا احمد، برافو برافو. تعال نشوف بقى النتائج. احمد هو الام في بي 5230، طبعا ليفل 85. انا تاني واحد 3420 والتالت 2555. اليكم النتائج بعد لحظات بسيطة. وادي النتائج، انا 14 للأسف،
عشان طبعا عائلتي مع ليفلز اعلى واحمد 50، فخلينا نبلاي اجين. يمكن الجيمين اللي فاتوا دول كانوا تسخين، ونشوف الجيم اللي جاي وضعه هيكون عامل ازاي. طبعا انا اقل ليفل 34 والباقي ستينات وخمسينات وثمانينات، يعني يا رحمن يا رحيم علينا في الجيم دوت مش هنعرف نعمل حاجة. بس انا الماب ديت جبت كويسة، 50 انا بحب كيل. الماب ديت على فكرة، حلو. بحب الماب دي قوي. يلا توكلنا على الله. انا ماينر اسيست. تمام. انت جبت الجيم اللي فات بكام كيل؟ 14. لا انا عايز الجيم ده انا نظبط جبت شوية، 50. انا عايز الجيم ده نظبط شوية، نظبط شوية كده. ايوه اوكي، كلنا بنتلم على العيال نعجهم. لا انا الجيم ده يعني معقول، انا شايف ان ممكن يكون الاداء معقول شوية. تمام تمام اوه، ايه اللي اترمى ده؟ اوف اوف اوف. هات لي بقى السلاح بسرعة بسرعة عشان معيش سلاح. تعالالي تعالالي، يلا يلا. واحد فوق ولا ده ايه؟ ده تابعنا ده. مين اللي قاعد فوق ده؟ الله 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 يا جدع، اضرب ادعس. حلو قوي، خدت سلاح ايه؟ سامعني يا محمود؟ سامعك سامعك، وبص ومندمج جدا. الجيم بصراحة جيم جامد، بس انا ما اقولكش يعني اللاجات اللي عندي، ومع ذلك الحمد لله في الروح في الروح، انا ما حد بحبش في ظهري. الماب دي عشان فيها تخفيل كتير، بتضرب من غير ما اعرف. بتقول ايه؟ الماب دي فيها اماكن، يعني فيها اماكن العيال بتبص مستخبية فيها تلاقي ضرب كتير. جاي لك من اي حتة. ايوه مش عارف انا بيجيلي منين. ماب صغيرة خالص على 20 واحد، المفروض يدونا ماب اكبر من دي شوية، احنا 20 واحد يعني. المفروض يغيروا المابس دي. اوه مين اللي جابني من ظهري ايوه ده؟ المابس صغيرة على انا اتجبت من 20 واحد. ظهري. انا بتجيب من فوق ومن تحت ومن كل حتة. يا سلام يا سلام، شفت المالتي كيل دي؟ اوه جامدة دي، جامدة جامدة بجد. خد انت بتاع خد ام لك في هادي. انا مش عارف اجيب كلات كتير. مين؟ انا ليه الجيم ده؟ بتاع بص ام هي في. اصلا بتبقى حظوظ، هي بتبقى حظوظ ايوه يا جدعان. انا اللي كنت، انا لقيت كان واقف عند الريسبون بتاعهم، اول ما يتراسبنوا بجيبهم. انا ما بحبش اجيب اول ما بيبقوا كتير لسه بقى. نازلين، يعني انت فاهم، بحس ان هي نوت لا فير شويه. هما بيدوهم 3 ثواني اصلا درع، وبعد كده بيخلوهم يتكملوا. بتتزحلق انا ليه كنت انت بجيب يا كتير. ريس؟ السلاح ده هاته هاته ايه هاته. كل دول؟ اول ماب صغيرة تحس ان احنا قاعدين كلنا لازقين في بعض. ما انا بتكلم في كده برضو. فعلا كلنا لازقين في حتة واحدة. بصراحة الجيم ده جامد جدا. تحفة. هو كمان 5 ايام هيتلغي. نحاول نلعب بيه بقى، نستفيد بيه ال5 ايام دول. هيتلغي ويرجع بعد كمان اسبوع بعد ما ال5 ايام يعدوا. متخافش يعني، هو بيفضل على طول بيجي. شوف ما اعرفش ايه لازمة الفترة اللي في النص اللي بيلغوها دي، يعني ما يخلوه ابدا. طالما هو كده كده هيحطوه تاني. طالما ناجح يسيبوه بقى على طول، ده قصدي. هو آه بس هو مت كل شوية بيدوله اجازة كده عشان الناس قاعدة طول عشان النهار ضغط تلعب السيرفرات. مباريات محتاجة. بالظبط. لا ده مفرمة مفرمة يا احمد. 20 واحد في الماب متر في متر، يعني صعب. كأن مثلا ايه 20 واحد جوه الحمام.
يا ساتر يا رب. لا وكل شويه الدرون يجي لي ليه بقى؟ عمال تموت ورا بعض فقشطه يعني في اللذيذ. يعني حلو. اسف خلاص مش هضرب عليك ده ايه ده ايه اللي حصل؟ واحد موتني زمان. فريندلي فاير ولا ايه؟ طلع عليا من فوق موتني. لسه كنت اخد سلاحه. السلاح بتختفي بعد فترة. لا ده في ثواني ما عادتش بتغيب زي الاول. الجيم ده من 120 كمان يعني ماب صغيرة من 120. مطول الكلات مطولة. بيفكروا العكس يعني الماب الكبيرة يحطوا فيها 80 والماب الصغيرة يحطوا فيها 120. انا عمال يجي لي كلات من عشان كل حته. خلاص فاضل بتاع 20 كده. الله الله يا جدع. الله الله على المدعكة والمفرمة. ياه ده خلاص فاضل 16 واحد. انا مش عارف ايه اللي وقفني في المكان ده ومش عايز اتحرك منه. ساعات تلاقي نفسك لازق في حتة كده مش بتتحرك منها. ايوه الماب دي فيها حتت ممكن تتحشر فيها مفروض في حاجات غريبة كده تلاقي نفسك اتحشرت. ابوي فاضل 10. الموبايل بيصوح من كتر الناس. ما بيستحملش المابات الصغيرة وناس كتير. ليه وانت موبايلك نوعه ايه؟ مين اخر واحد جايب الكلاية؟ 120 وهم 89. نتائج ممتازة ومبهرة جدا. حلو 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 حلو. انت اللي جايب اخر كلاية يا احمد تاني. بس انت مالك مش مركز الام بتاعك كده بس اديتها له في مخه. خلينا نشوف النتائج. انا الام في بي الجيم دوت 7916 واحمد 7040 واللي بعدنا 4560. و نشوف بقى النتائج النهائيه. الليفل بتاعي رفع. حلو حلو ممتاز ممتاز. عشان بقى محتاجه رانك اب. انا بصراحه يعني خلاص يعني بالنسبه لي اللعبه نمبر 1 اكتر من بوبجي بالنسبه لي على المستوى الشخصي. تعال نشوف بقى النتائج. انا 46 الحمد لله احسن من التو جيمز او التو راوندز اللي فاتوا. احمد 71 حلو. طب ازاي انا ام في بي واحمد 71؟ حد يقول لنا في الكومنتس. و 22 13 18 وكان الجيم ممتاز جدا جدا. تعال نرجع لاحمد بقى. يا احمد محمود سامعني؟ ايه رايك يا احمد في الجيم؟ انت ازاي طلعت الام اف بي؟ سؤال ما هو ده اللي انا هساله لك برضه. احمد سالني نفس السؤال. ازاي انا الموست فاليوبل بيرسون وانت جايب حاجه و70 كيل وانا حاجه و40 كيل؟ ممكن انت اسيست اكتر. ممكن عشان الاسيست وممكن عشان الكيلات كانت بتختلف. نوع الكيلات كنت بضرب بدرون بجين ريد. عايز اقول ان انا ك 35 ليفلي واحمد 82 وانا اوصل للرقم الكيلات ده وسط الحريفه دول. فدي انت ايه رايك يا احمد؟ الله ينور صراحه. الحمد لله. طيب انا احمد بجد اتبسطت معاك جدا الجيم دوت جدا جدا. اتمنى العب معاك تاني الله. قريب حبيبي يا احمد. ان شاء الله نلعب برضو تاني مع بعض. واللي يحب يلعب معانا بعد كده زي ما لعبت مع احمد الاي دي بتاعي قدامكم اهوت. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى مشاركه الفيديو. اتمنى نوصل ل 200 لايك 100 ليا و100 لاحمد. والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. تستنوني في المزيد من الفيديوز واشوفكم على خير. سلام.